وبركاته. ازيكم يا استاذه ثابته؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. درسنا النهارده الدرس الثالث، جمع وطرح الاعداد الصحيحه. يلا نفتكر مع بعض كده الاعداد الصحيحه كنا بنقول عليها ايه. كنا بنرمز لها بالرمز. ايوه سامعاكم بتقولوا كنا بنرمز لها بالرمز ص. طيب ص دي كانت بتساوي ايه يا استاذه ثابته؟ ايوه كنا بنقول عليها ان هي ص الموجبه اتحاد مجموعه صفر اتحاد ص السالبه. هي دي مجموعة الأعداد الصحيحة، كانت بتشمل الأعداد الموجبة وبتشمل الصفر وبتشمل الأعداد السالبة. النهاردة هناخد جمعهم وطرحهم. أولا هنبدأ إن شاء الله دلوقتي بعملية الجمع. كنا واخدين يا ولاد خواص عملية الجمع، هناخد النهاردة برضو نفس الخواص بس عملية الجمع في إيه؟ في ص، يعني في الموجب والإيه؟ والسالب كمان. إحنا كنا خدناها في ط، هناخدها دلوقتي في ص. أول حاجة بناخدها في خواص عملية الجمع هي الانخلاق، يعني إيه؟ هو ناتج أي جمع عددين صحيحين، يعني بنقول هنا ولنرمز له إن أنا لو أنا عندي العدد وليكن ألف بينتمي لصاد، وباء عدد برضه صحيح هينتمي في صاد، فأنا لو جمعت ألف زائد باء هيديني جيم، وبرضه لازم جيم يا ولاد هتطلع بتنتمي لايه؟ لصاد. يبقى انا لازم واحنا بناخد عمليه الجمع دي نقول ان الاعداد اللي احنا بناخدها لما هيبقى عدد صحيح هجمعه على عدد صحيح تاني لازم يديني برضه في الاخر برضه الناتج عدد صحيح. دي اول خاصيه من خواص الجمع. تاني حاجه في خواص الجمع هو الابدال. ايه الابدال ده يا ولاد؟ يلا نفتكر مع بعض كده. هو جمع اي عددين صحيحين بطريقه ابداليه، يعني لو انا قلت برضو ان ا وباء دي اعداد صحيحه وحبيت اعمل لها عمليه جمع هعمل ايه؟ هقول ا زائد باء. طب انا لو قلت الابدال هنعمل ايه؟ هقول باء هي برضو بتساوي باء زائد ا، يبقى هنا بدلت باء مكان ا و ا مكان باء. هتأثر عندي في عملية الجمع؟ لا، هو برضه هيطلع نفس الناتج. يبقى العملية الإبدالية بتأثر في الجمع؟ لا، لأن أنا عملت خدت كده أ زائد باء بتساوي باء زائد ج. يعني نفترض إن أنا لو قلت 3 زائد 2 هي هيها برضه 2 زائد 3، كل ده هيساوي الناتج ده هيساوي 5 والناتج ده هيساوي 5. يبقى الإبدال ما بيأثرش عندي يا ولاد في عملية الجمع. تاني حاجة بيقول لي المحايد الجمعي. مين فاكر معايا السنين اللي فاتت خدنا المحايد الجمعي كان إيه؟ أيوه كان صفر. ما بيأثرش في عملية الجمع، يعني بحطه ملوش دعوة، بينزل الرقم اللي جنبه كما هو. يبقى أنا هناخد النهاردة إن الصفر برضه محايد جمعي في ص. ولو قلنا مثلا ان ا ده عدد صحيح وجمعنا عليه الصفر يبقى ا زائد صفر هتساوي ايه يا اولاد؟ ايوه سامعاكم بتقولوا ا، لان الصفر ما بيأثرش في عمليه الجمع وهو محايد واخد جنب محايد. طب انا لو خدت مثال على الكلام ده وقلت 4 زائد الصفر هتساوي ايه يا سنه 6؟ ايوه سامعاكم هتساوي 4، لان انا الصفر هنا عندي محايد جمعي. اللي بعده المعكوس الجمعي. مع بعض كده يا ولاد، المعكوس الجمعي فاكرين لما كنا بنعمل خط الأعداد وبنقول إن مثلا ألف على خط الأعداد عايزين نجيب المعكوس الجمعي بتاعها، هنعمل إيه؟ إحنا قلنا برضو هيقابلها ألف على خط الأعداد بس بالسالب. يبقى المعكوس الجمعي لأي عدد صحيح بيقابله الناحية التانية بالسالب. يعني هناخد مثال على كده، نفترض مثلا ان ا ده عدد صحيح موجب، المعكوس الجمعي بتاعه بيكون ايه؟ ايوه سامعاكم بتقولوا العدد الصحيح سالب ا، يعني ا زائد سالب ا. طب تفتكروا كده يا سنه سته هيكون الناتج ايه؟ هيكون الناتج صفر، لان انا هعمل دلوقتي لو انا قلت 3 زائد سالب 3 هتبقى عمليه هنا ايه؟ ايوه عمليه طرح. يبقى انا طرحتهم كده من بعض بالايه؟ بالسالب اللي موجود، فهيطلع عندي الناتج صفر. يبقى اي معكوس جمعي لاي رقم بيكون هو لما بيتجمع مع الرقم بتاعه المعكوس الجمعي بتاعه
يكون الناتج عندي صفر. وهناخد دلوقتي مثال على كده وهنشوف. طيب عايزين ناخد ملاحظة مهمة جدا، احنا اتكلمنا على الاعداد الصحيحة الموجبة والاعداد الصحيحة السالبة، وطبعا نسينا هنا الايه؟ الصفر. طب الصفر هنا المعكوس الجمعي بتاعه ايه؟ احنا خدنا ان الصفر ملوش دعوة لا بالموجب ولا بالسالب، على الحال ملوش دعوة بحد. اذا المعكوس الجمعي بتاع الصفر برضه هيكون ايه؟ صفر. ويلا مع بعض هنكمل دلوقتي خواص عملية الجمع. هنكمل مع بعض خواص عملية الجمع. اخر خاصية هناخدها دلوقتي هو الدمج، خاصية الدمج هي عملية الجمع الدامجة في صاد كما كانت دامجة ايضا في طاء. يعني اذا كان عندي الف وباء وجيم اعداد صحيحة، يلا مع بعض كده لما نعمل عمليها عملية الدمج هنوريها نعمل ازاي. يعني بقول ان الف زائد باء زائد جيم، لو انا حبيت اعمل عملية الدمج هنا هقول ان الف زائد وافتح قوس وادمج العددين التانيين مع بعض في قوس لوحده هيبقى باء زائد جيم. او ممكن اقولها بطريقه ثانيه ان الف زائد افتح قوس جيم زائد باء. ويلا بقى مع بعض ناخد مثال على خواص عمليه الجمع كلها. بيقول لي هنا مثال سالب 13 زائد 27 زائد 13. أول حاجة عايزين نعملها إيه؟ هعمل عندي هنا أول حاجة هعملها هي عملية الدمج. هاخد أول حاجة سالب 13 هتنزل كما هي، وأعمل دمج للعددين التانيين. يعني إيه يا سارة ستة؟ أيوة سامعاكم بتقولوا هنفتح قوس وناخد العددين التانيين نحطهم جوه قوس، وديت بتسمى بعملية الدمج إن أنا دمجت العددين الآخرين. وإيه تاني؟ ممكن أعمل تاني حاجة تانية اسمها الإبدال. أعمل إيه؟ أبدل جوه القوس اللي أنا دمجته. يعني أنا هنا عملت 27 زائد 13، ممكن أعملها إيه يا سنة ستة؟ 13 زائد 27، وديت اسمها عملية الإيه؟ أيوة سامعاكم بتقولوا الإبدال. طب بعد كده في حاجة تانية ممكن نعملها في الموضوع ده، أيوة ممكن ندمج الموجب مع السالب بحيث إن يكون الناتج بتاعه هو الايه؟ ايوه سامعاكم، الصفر اللي هو الايه؟ المحايد الجمعي. يبقى انا ممكن اخد الموجب مع السالب في قوس لوحدهم زائد ال 27، ودي تسمى برضو عمليه دمج لان دمجت الموجب مع السالب. بعد كده لما انا خلصت القوس ده وطلعت صفر اصبح عندي العمليه هنا اسمها ايه؟ المعكوس الجمعي، ان سالب 13 و13 الناتج بتاعهم احنا خدنا ايه؟ ايوه سامعاكم بتقولوا ان احنا خدنا جمع اي معكوس جمعي مع الاخر بيبقى الناتج صفر، يبقى ده المعكوس الجمعي. وبعدين انا لما جمعته مع بعض مع المحايد الجمعي طلع عندي الناتج 27، وده كان مثال بسيط جمعنا فيه خواص عمليه الجمع كلها. يلا مع بعض بقى ناخد النهارده حالات عمليه الجمع. اول حاله منهم ان انا هجمع عددين، اي عددين صحيحين بس موجبين، يعني الاعداد موجبه. يعني انا لو قلت مثلا 5 زائد 3 ده ايه؟ ده موجب، وده ايه؟ برده موجب. يبقى برده الناتج بتاعي هيكون الاشاره موجبه، هيطلع الناتج 8. يبقى اول حاله من حالات الجمع ان لما يكون الاعداد الصحيحه موجبه هيبقى برضو الناتج بتاعه هيكون موجب بالموجب، يعني اهو زي ما احنا شفنا كده، موجب زائد موجب هيديني الناتج برضو موجب. تاني حاجة اما بيكون هجمع عددين صحيحين بس ايه بعلامة الايه؟ السالب. يعني سالب 4 ناقص زائد سالب 2، دي بالسالب ودي بالسالب، هيكون برضو الناتج عندي ايه؟ ايوه سامعاكم بيكون برضو سالب، هيطلع سالب 6. لو انا خدته كده على خط الاعداد وعملنا كده نشوف هنعمله ازاي. بيقول لي هنا سالب 4 على خط الاعداد، هنبدا طبعا من الصفر لما باجي اجمع لحد سالب 4، وهنزود عليه كمان 2، ادي 1 ادي وحده وادي كمان 2، طلع عندي هنا في الاخر سالب 6.
يبقى انا دلوقتي خدت الحالتين زي بعض، ان انا لما بجمع عددين موجبين بيكون الناتج موجب. طب انا لو عملت الجمع بالسالب برضه هيكون الناتج بالايه؟ بالسالب. يبقى انا هجمع بنفس الايه؟ ايوه سامعاكم بتقولوا، هنجمع بنفس شرط الاعداد الموجوده، موجب موجب سالب سالب. اما الحاله الثالثه اللي فيها اختلاف، بيقول لي لما بجمع عددين صحيحين احدهما سالب والاخر موجب، هنا هنجمع باشاره ايه يا سنه سته؟ هنجمع باشاره الكبير. يعني ايه؟ يعني بيقول لي هنا مثلا مثال 7 زائد سالب 2، يلا على خط الاعداد هناخد من الصفر لحد كام؟ ايوه سامعاكم بتقول هناخد من الصفر لحد كام؟ 7. طيب هننقص منه سالب 2 لان احنا خدنا ان السالب هي عمليه تنقيص او خساره او بقل. يبقى هاخد السبعه وانزل بيها كام درجه؟ درجتين، يعني هنزل لحد الايه؟ الخمسه. هيكون الناتج عندي هنا 5، هنا موجب وهنا سالب. هاخد الموجب ولا السالب يا سنه سته؟ هاخد بعلامه الكبير. الكبير هنا الموجب ولا السالب؟ الموجب. اذا الاشاره هنا هتكون عندي بالموجب، والعكس صحيح. لو انا كان المساله عندي بالسالب الكبير يبقى برضه الناتج هيكون عندي بالسالب. ويلا مع بعض ناخد امثله على اللي احنا خدناها. هناخد مع بعض دلوقتي تدريبات على عمليه الجمع. بيقول لي هنا 2 زائد سالب 4، يلا مع بعض يا اولاد. الاثنين دي موجبه ولا سالبه؟ ايوه سامعاكم بتقولوا موجبه. طب وسالب 4؟ سالبه. طب هنا لو انا خدتهم على خط الاعداد كده ومشيت، انا عندي هنا الاثنين والايه والاربعه، ناخد هنا من الصفر مع بعض. بيقول لي انا من هنا من الواحد لحد 4 ونقصت منه الاثنين، لان احنا قلنا ان السالب ده بنقص بيه، هيطلع عندي موجب ولا سالب؟ ايوه سامعاكم بتقولوا هيبقى سالب، لان الكبير هنا ايه؟ سالب، يبقى سالب 2. ليه سالب 2؟ لان احنا لما بيكون عندي سالب وموجب هطرحهم من بعض واخد الاشاره الكبيره واحطها. بعد كده بيقول لي هنا ايه؟ سالب 1 زائد سالب 7، دي الحالة الثانية في حالات الجمع، لما بتكون الإشارات زي بعضها بتنزل الإشارة كما هي واشتغل عليه، يبقى سالب 1 زائد سالب 7 بتساوي إيه؟ أيوة سامعاكم بتقولوا سالب 8. المسألة اللي بعدها بتقول لي 5 زائد سالب 1، الخمسة دي طبعًا الحالة الثالثة، بنقول فيها بناخد الإشارة بحسب العدد الكبير، الكبير هنا إيه يا سنة ستة؟ الموجب. يبقى أنا عندي هنا الخمسة الموجب والواحد سالب، الكبير إيه؟ الموجب. يبقى إذا العملية اللي هنا هتكون عندي هتكون 4 بس بالموجب، لأن الموجب هو الكبير. ديت كانت بالنسبة لنا خواص عملية الجمع وجبناها في المسائل. يلا مع بعض بقى ناخد خواص الطرح. قبل ما نخش على خواص الطرح يا اولاد، نقول مع بعض ايه هو الطرح. الطرح ده بطرح اي عددين صحيحين موجودين في صاد ولكن الف وباء. هناخد مع بعض دلوقتي خواص عمليه الطرح زي ما خدناها في طاء. اول حاجه عندي خواص عمليه الطرح هو خاصيه الانغلاق. ايه هي يا اولاد خاصيه الانغلاق؟ هي عمليه الطرح مغلقه جوه صاد، بمعنى ان انا لو قلت ان الف بتنتمي لصاد وباء بتنتمي لصاد، اذا الناتج برضو في الاخر هينتمي لصاد. مع بعض لو قلنا الف ناقص باء، طبعا دي اعداد صحيحه، الناتج هيكون جيم، اذا برضو جيم هتنتمي لايه؟ لصاد. ديت اول حاجه في خواص عمليه الطرح. تاني حاجه الابدال. الابدال ده ينفع في عمليه الطرح؟ يلا نشوف مع بعض. عملية الطرح ليست إبدالية، ما ينفعش أبدل رقم مكان رقم. يلا مع بعض كده، وليكن اللي احنا قلنا أ وباء أعداد صحيحة وطرحتها من بعض، أ ناقص باء، ينفع يا ولاد أقول باء ناقص أ؟ إذا ما تنفعش، لأن ممكن يبقى العدد أصغر. نقول هنا لو إن أ ناقص باء لا تساوي باء ناقص أ. ناخد مثال على كده، من لو قلنا 4 ناقص 2 هياها 2 ناقص 4، لا طبعا الناتج هيختلف تماما، صح ولا لا يا سنه سته؟ ايوه. يبقى اذا لو قلنا ان الف ناقص باء لا تساوي باء ناقص الف، اذا عمليه الابدال ليست ممكنه في عمليه الطرح.
بعد كده الدم، عملية الطرح ينفع فيها الدم؟ ليست دامية، يبقى الطرح ليس دامج للأعداء. فهناخد مثال على كده، وبقول إن لو إن قلنا مثلا ألف وباء وجيم دي أعداد صحيحة وطرحتها من بعض ودمجت ألف ناقص باء والناتج هنطرح معاه ناقص جيم، هو يا ولاد لو أنا عملت ألف ناقص ودمجت باء ناقص جيم لا. وخدنا مثال على كده وورينا لكم إن ما ينفعش نبدل حاجة مكان حاجة، لأن ممكن المسألة بتيجي عندي أعداد تانية خالص. يبقى إذا عندي عملية الطرح ليس بها إبدال وليس بها دمج، ويلا مع بعض ناخد تدريبات على عملية الطرح. يلا مع بعض يا أولاد ناخد تدريبات. بيقول لي هنا سالب 12 زائد 7، احنا هناخد دلوقتي سالب 12 على خط الأعداد، هيبقى من الصفر عندك سالب 12. طب لو أنا قلت هنا السبعة هنزود ولا هنقص يا ولاد؟ طبعا هنقص عشان انا عندي عملية السالب، يبقى هننزل بيه كم وحدة؟ هننزل بيها سبعة وحدات، ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة، وقف عندي كام؟ عند سالب خمسة. ليه يا ولاد بالسالب؟ لان احنا قلنا لما بيكون عندي الجمع باشارات مختلفة باخد اشارة العدد الاكبر، يعني انا عندي هنا سالب 12 ده العدد الاكبر والصغير بالموجب، يبقى انا هاخد اشاره العدد الكبير اللي هي سالب 5 وبينتهي لكم على خط الاعداد. نيجي للي بعده، بيقول لي هنا سالب 2 وهنا 8، طب هنا 8 من الصفر لل 8 زي ما احنا خدنا، وهننزل كم وحده؟ هننزل وحدتين، يبقى هننزل للسبعه مره وللسته مره، اذا الناتج هيكون 6. الإجابة موجب ولا سالب؟ يلا نشوف إشارة العدد الكبير لأن دي الحالة الثالثة، أنا عندي هنا موجب وعندي سالب، الكبير إيه؟ الكبير هو الموجب، إذا الإشارة هتكون عندي هنا إيه يا ولاد؟ هتكون الإشارة عندي موجب. طب لما يجي لي مسألة زي دي، 3 ناقص سالب 4، هنا عندي سالب وسالب، إذا هنجيب المعكوس الجمعي للعدد سالب 4. ايه المعكوس يا ولاد الجمعي للعدد سالب 4؟ ايوه سامعاكم بتقولوا المعكوس الجمعي هيكون 4، وهننزل بعكس الاشاره لان هي بقت بالموجب، وبعد كده الثلاثه هتنزل زي ما هي، يبقى انا لما هيجي لي سالب وسالب بجيب معكوس العدد اللي عندي، معكوس العدد هيكون طبعا موجب، هينزل باشاره بدل سالب هتبقى موجب، يبقى 3 زائد 4 اصبحت كام؟ 7. وبكده النهارده نكون خلصنا ده درس جمع وطرح الاعداد الصحيحه، واشوفكم على خير الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.